من نشرة المساء ضيف هذه الحلقة عضو لقاء سيدة الجبل المحامي إلي كيريلوس. الحكومة على نار ضغط متبادل بحراك غربي عربي على الساحة وإيراني عابر وضع مسلمات جديدة في تصعيد للمواقف. مبادرة 24 وزيرا أو 3 ثمانات هي الصيغة المتداولة حاليا، إنضاجها غير مضمون في ظل الشروط والشروط المتبادلة التي لا توحي بعد ببدء التنازلات. المأزق السياسي قائم والانهيار الاقتصادي والمالي يتسارع من دون ضوابط أمام أنظار سلطة فاشلة قائمة على المحاصصة والفساد. هل الملف الحكومي أمام انفراج أم تعقيد إضافي؟ هل بقدرة السلطة الفاشلة أن تشكل ضمانة للإصلاح؟ أي دور للمجتمع الدولي في معالجة الملف اللبناني؟ في منشط المساء لهذه الليلة نستضيف العضو في لقاء سيدة الجبل المحامي إلي كيريلوس في حلقة منقولة مباشرة عبر صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5. ومساء الخير، أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان. شكرا، شكرا لاستضافتكم. اليوم الملف الحكومي مطروح، عم ينحكى بحكومة من 24 وزير، كنا عم نحكي ب 18 وزير، 24 وزير، 3 ثمانات، هيدي عم يسوقها رئيس مجلس النواب نبيه بري. الواضح أنه من بعد السجال بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أنه هذه الحكومة يمكن من الصعب أن يكون في عليها توافقات. بتعتبر ضاعت اليوم فرصة التوافق الداخلي لتشكيل الحكومة؟ الحقيقة مسألة مقاربة مسألة تشكيل الحكومة يعني هي بتتم من زاويتين. نعم. في مدخل دولي إقليمي ومدخل محلي. نعم. يعني ما بنقدر نقارب هالمسألة إلا ما نتطرق لهالمدخلين. على المستوى الدولي والإقليمي واضح أنه المجتمع الدولي، قبل خلينا نفوت بالمحلي تنشوف أنه ارتسام هالمواقف المحلية لأنه هي عم بتكون بتأثير من الخارج. ما لأنه هي بتأثير من الخارج يعني رح اتطرق للمدخل الخارجي أول شيء. يعني عنا المجتمع الدولي متمسك بالمبادرة الفرنسية. نعم. المبادرة الفرنسية جوهرة تشكيل حكومة اختصاصيين وقيام بإصلاحات شاملة. هذا جوهر المبادرة الفرنسية، واضح أن المجتمع الدولي متمسك بهالمبادرة، وبالتالي لا دعم لأي حكومة تتشكل بلبنان إلا إذا التزمت بالمبادرة الفرنسية وبتطبيق قرارات الشرعية الدولية واللجوء إلى صندوق النقد الدولي. وبالتالي واضح الموقف الدولي، وهالمبادرة الفرنسية في إلى دعم وغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل الداخل كيف عم بيتعاطى مع هالمبادرة؟ أول شيء في عنا اشتباك على مستوى العلاقة بين الرئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة والرئيس المكلف. واليوم اللي معني بتشكيل الحكومة هن فريقان أساسيين دستوريا، رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. إنما في فريق ثالث وازن وهو الدولة العميقة، يعني حزب الله هو صاحب الكلمة الفصل بهذا الموضوع. حزب الله واضح أنه بالخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله انقلب على المبادرة الفرنسية، وهذه مش جديدة. يعني مبدأ التقية السياسية اللي بيمارسه حزب الله مش جديد، وافقوا على 17-01. نعم. بحبر وألم حزب الله ممثلا بالوزير فنيش، ورجعوا انقلبوا على 17-01. وافقوا بال2011 على مبدأ على أعلان بعبدة اللي أقر مبدأ الحياد بالفقرة 12 والفقرة 14 تطبيق ال 17-01، ورجعوا انقلبوا عليه تاني يوم. النائب رعد قالنا هيدا ما بيطلع بحبره الإعلان بعبده وهو بشرب وزومه. وهلأ صار في انقلاب على المبادرة الفرنسية من بعد ما وافقوا عليها بقصر الصنوبر بحضور الرئيس ماكرون. انقلب عليها السيد حسن بخطابه الأخير وقال نحن منطالب بحكومة تكنو سياسية. وأكثر من هيك ما فينا نفصل هالكلام مع الكلام اللي صدر عن نائب مجلس الشورى الإيراني عبد اللهيان اللي قال أنه صنف فرنسا من ضمن الدول التي تمنع قيام حكومة قوية في لبنان لأجل إضعاف المقاومة، وحط معادلة جديدة هي الجيش المقاومة والحكومة. وبالتالي واضح أنه حزب الله رافض حتى هذه اللحظة تشكيل حكومة لأنه استشعر بعد عودته من روسيا، استشعر مع الشروط اللي حطتها
الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى التفاوض على الملف النووي، فرضت شروط جديدة إلى علاقة مش بس بمسألة الملف النووي، إلى علاقة بمسألة الصواريخ الذكية اللي موجودة مع أزرعة إيران بالمنطقة وتصرفات هالميليشيات التابعة لحزب الله لإيران بالمنطقة. وبالتالي استشعر الخطر وراح يعطل وانقلب على المعادلة على المبادرة الفرنسية. هيدا من زاوية حزب الله، وبالتالي حزب الله لم يقبل بتشكيل حكومة. ما في يعني جو انه حزب الله رايح لتشكيل الحكومة، وكلنا بنعرف انه حزب الله معلق الدستور ومعلق وخاطف الدولة لمصلحة الدويلة. اما على مستوى الافرقاء السياسيين المعنيين دستوريا بتأليف الحكومة، سواء فخامة الرئيس او الرئيس المكلف، فخامة الرئيس طبعا ما بيقدر يتجه ياخد قرار قبل ما يكون أخذ الضوء الأخضر من حزب الله، وبالتالي عم بيتعامل مع هالموضوع بشكل آخر، عم بيحاول يستفيد من عدم رغبة حزب الله بتشكيل الحكومة اللي هو بالواجهة الأمامية لهذا الموضوع، ويأخذ المحل المسألة إلى محل آخر، يجعل من مسألة تشكيل الحكومة عنوان استعادة حقوق المسيحيين، وكأنه الاشتباك بينه وبين رئيس الحكومة المكلف بيتعلق باستعادة حقوق المسيحيين. لما بتحول الأزمة الحكومية إلى عنوان طائفي، صحيح، من يستفيد بذلك؟ يعني عم نقول فخامة الرئيس وتياره وفريق عمله السياسي عم بيحاولوا يستفيدوا من هالموضوع، يغيروا العنوان نحو اشتباك مع رئيس الحكومة ويعطوه طابع استعادة صلاحيات حقوق المسيحيين لصرف النظر عن الانهيار الاقتصادي اللي وصل له البلد، لصرف النظر عن مسألة الانهيار الشعبي اللي عم بتعرض له التيار. يعني عم نشوف التيار مأزوم اليوم، قديش في كوادر منه عم تترك، قديش في حالة نقمة شعبية، كمان عم بيستفيدوا من هذا الموضوع بمكان ما لحاول المقايضة عليه بمسألة العقوبات على الوزير جبران باسيل مع الفرنسيين. وفي كمان ما بدنا نغفل مسألة كتير أساسية، انه عم بيحاولوا يثبتوا الثلث المعطل بكل هالمحاولات هيدي، لأنه بعد انتهاء الولاية أو في حال صار في فراغ لسبب ما بالولاية بده يسلم مجلس الوزراء. نعم، رح يكون عندك حكومة انتخابات مستقبلا كمان. طيب كمان بس اليوم يعني رئيس الجمهورية كان عم بيقول، بس ما اضطرقنا لموقف الرئيس المكلف اليوم. فقط الرئيس المكلف كمان عم بيتمسك بموقفه انه انا بدي حكومة اختصاصيين، وعم بيتمسك بالمبادرة الفرنسية. من جهة بيكون هو عم بيلبي رغبة دولية ومجتمع الدولي بهذا، وعم بيحصن حاله بعد محاولة الضغوطات اللي عم تتعرض له بالداخل، وبنفس الوقت كمان عم بيستفيد بمكان ما من هالاشتباك هذه تيحسن شروطه من اجل تحسين وضعه الشعبي داخل طائفته. للأسف يعني صار عم بيصير بمكان ما عم يتحول اشتباك طائفي ولشد العصب، وهالشي يعني قدر ثبته وسجل أكثر من نقطة بالمجال. أول شيء صموده بالتكليف كل هالفترة، اثنين لما طلع على بعبدة على أثر التخاطب الإعلامي اللي صار، وطلع وخلق معادلة جديدة، كانوا التيار وفريق فخامة الرئيس كانوا حاطين معادلة، إما الوزير باسيل والرئيس سعد الحريري داخل الحكومة، وأما اثنين خارج الحكومة. طلع قلب المعادلة، يا أما أنا والرئيس داخل السلطة يا أما أنا والرئيس خارج السلطة. سؤال طبيعي هون، رئيس الجمهورية اليوم كان كلامه كتير واضح، وكان عم بيقول أنه أنا ما بدي الثلث المعطل، وقال له إياها عدة مرات للرئيس الحريري، ولكن بالمقابل وقال له أنه حزب الطشناك هيدا مستقل ما فيك تيجي تحسبه علي. حكما لما بيقول رئيس الجمهورية هذا الكلام بحديثه اليوم، وهيدا موجه مباشرة إلى الرئيس المكلف، بيكون في تلت معطل ولا ما بيكون في تلت معطل؟ هل نرجع على نفس المسألة، اسمع تفرح جرب تحزن. إيه؟ كل السلوكيات والتعاطي بدل أنه في استقتال لتحقيق التلت المعطل، وبالتالي كل هيدي مناورات بس بالآخر بتصب لتأمين تلت معطل. بهالحالة كمان بيكون في تلت معطل، بعكس يعني النوايا هي لتأمين الثلث المعطل لعدة اعتبارات وصارت واضحة. عم نستعمل التقية السياسية
على موضوع واضح، صار واضح للناس وواضح للمجتمع الدولي، يعني ما بقى نقدر نخفي هذا الأمر. المجتمع الدولي يرفض إعطاء الثلث المحتل لأي طرف موجود ضمن هذه الحكومة، كان الكلام واضح من السفيرة الأمريكية من السفيرة الفرنسية، ولكن كيف بدهم ينحكى بتسوية؟ يعني لما السفيرة الأمريكية بتطلع من قصر بعبدة بتحكي عن تسوية، شو هي التسوية هاي؟ وعندك المواقف هي ذاتها الثلث المحتل موجود، وعندك أنه ما في تغيير للأسف. تسوية عن شو بدها تكون؟ لبنان يعني لبنان مش موجود برادارات السياسة الخارجية إلا دولة فاشلة. يعني أبسط دليل انفجار 4 آب، 200 قتيل، أكثر من 4000 جريح، مئات ألاف الوحدات السكنية تدمرت. لحتى هذه اللحظة ما عندنا معلومة عن التحقيق، ما بنعرف مين اللي فوت النيترات الأمونيوم، مين اللي هرب جزء من نيترات الألمونيوم، كيف صار التفجير. يعني هودي يعني أسئلة بديهية. صار في محاولات اغتيال ثلاثة أشخاص، العقيد برجيلي، المصور بجاني، والناشط السياسي لقمان سليم. كمان ما عندنا أي معلومة الناشط لقمان سليم اللي قدر يحول هالقضية إلى قضية رأي عام. فبقى نظرة المجتمع الدولي للبنان هي نظرة دولة فاشلة، وبالتالي المجتمع الدولي مصر على المبادرة الفرنسية بجوهرة التسوية. أي تسوية بالنسبة للمجتمع الدولي لازم تصب بإطار تمسكه بالمبادرة الفرنسية. خليني بهالنقطة بالذات، هل بتحس في تمايز بين المواقف الدولية، يعني بين الموقف السعودي بين الموقف الأمريكي والفرنسي، كيف بيتقاطعوا؟ لأنه لاحظنا بمواقفهم بهاليومين الأخيرين وبحركتهم، وكأنه يعني الفرنسيين والأمريكيين هم أقرب لبعضهم من السعوديين. لكي الدبلوماسية السعودية تختلف عن الدبلوماسية الأمريكية، والدبلوماسية الأمريكية تختلف عن الدبلوماسية الفرنسية، ومصالح الدول تتقاطع في مكان ما وتتباعد في مكان آخر. واضح أن الجوهر اليوم المجتمع الدولي والمجتمع العربي متمسك بالمبادرة الفرنسية القائمة على حكومة من اختصاصيين وإصلاحات وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الثلاثة 1559، 1701، 1680. ما بس ما حدا هذا التمايز، هذا التمايز ما بيأثر على الجوهر. واضح تمسك بالمبادرة الفرنسية، وخارج هيدا الإطار ما في أي دعم أو مساعدة للبنان. طب بس بالنسبة للطائف، اتفاق الطائف، يعني بس كان الكلام الأكثر وضوحا هو السعودية اللي اعتبرت أنه الطائف هو مؤتمن يعني على لبنان، على وحدة لبنان، بالوقت يلي يمكن ما يكون في ممانعة من فرنسا أو من أمريكا، بيكون في نوع من التعديلات أو يكون في شو بتقول؟ مسألة الطائف خليني يعني إذا بتسمحي لي أحكي عن هالنقطة بشكل مفصل. أهمية الطائف أنه أنهى نهائية الكيان اللبناني اللي كان هاجس عند المسيحيين، وأنهى نهائية عروبة لبنان، عروبة لبنان اللي كان هاجس عند المسلمين. هذه شغلة كتير جوهرية باتفاق الطائف، وأنهى الحرب الأهلية، وأنهى مسألة السلاح. هلأ بسحر ساحر، ليش بقي سلاح حزب الله؟ كلنا صرنا نعرف الأسباب. واتفاق الطائف نص على إصلاحات كتير مهمة، هي مسألة اللامركزية الإدارية، إلغاء الطائفية السياسية، مجلس الشيوخ. بس للأسف الطائف ما تطبق. لو يتطبق الطائف، خطف الطائف وعلق الدستور، لو يتطبق الطائف نرجع نحكي بإصلاحات إذا فيهم إصلاحات. والدساتير كلها بالعالم منا دساتير جامعة، هي وضعت لخدمة الشعوب، ونحن أي تطوير للطائف شغلة أساسية. بس خلينا نطبق الطائف أولا، وتطبيق الطائف بيجي من بعد ما يكون تسلم سلاح. أنا ما بقدر أحكي اليوم بـ 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 بتعديل دستوري أو بتعديل للطائف بظل السلاح واختلال موازين القوى. لما اللبنانيين بيقعدوا على طاولة واحدة متساويين بالحقوق والواجبات تحت سلطة القانون وفي ظل تطبيق الطائف، ساعتها بنحكي بتعديل الطائف بتطويره. إنما نصف الطائف هيدا نحن ضده، لأن الطائف هو أنهى الحرب الأهلية، الطائف أرسى معادلة كتير مهمة، أرسى استقرار كتير مهم بالبلد. بقصة السلاح اليوم لما عم بتقول أنه ما فينا نعمل تعديل للطائف في ظل السلاح، بس حتى إذا بدك تشوف حتى المواقف الأجنبية، يعني
هالمجتمع الدولي اللي يرعى إذا بدك تقول التحرك الداخلي اليوم بالنسبة، بتحس فيه مرونة فرنسية تجاه حزب الله؟ عنده مرونة يعني ممكن بيقول لك أنه قصة السلاح خليها بدرجة تانية من البحث. أنا مني شايف هيك. كيف بتشوفها؟ مني شايف هيك، بالعكس. اليوم يعني حزب الله صار على لوائح العقوبات الأوروبية. نعم. حزب الله مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، حزب الله مصنف منظمة إرهابية من المجتمع الدولي، المجتمع الدولي مصر على تطبيق قرارات الشرعية الدولية الثلاثة، وبالتالي ما في مرونة مع حزب الله. ممكن في دبلوماسية معينة بتعتمد وسيلة معينة، بس مسألة تطبيق قرارات الشرعية الدولية مسألة واضحة، في تمسك بهالمسألة من المجتمع الدولي. نعم. طب اليوم عمليا السعودية، خليني أنا بعدنا كنا عم نحكي فيها، في قدمت مبادرة لإنهاء الأزمة باليمن، هل بتحس أنه في رابط بين هذه المبادرة اللي قدمتها السعودية في اليمن وتحركها وتحرك سفيرة بلبنان بطلعته على قصر بعبدة واختتامها بزيارته للمختارة، في إلى رابط اليوم أو لا؟ يعني مسألة اليمن والسعودية ولبنان وسوريا كلها مرتبطة بمشروع إيراني فارسي بالمنطقة، يعني مترابطة كل العملية يعني. واليوم يعني لبنان تحديدا حزب الله هو جوهرة التاج عند إيران، وللأسف حزب الله لا ينظر إلى المسألة السياسية بلبنان أو القضايا اللبنانية من منظار المصلحة الوطنية العظيمة، بينظر إلى انطلاقا من خياراته ومن الانتماء لمشروع بالمنطقة. وبالتالي من الطبيعي أنه اليوم أي مبادرة باليمن مهما تكون منفصلة متعلقة باليمن وسعيدة، إنما بطال هالمشروع الإيراني كله يعني بالمنطقة، لأنه هو مشروع مترابط يعني. وأنا برأيي يعني حق إيران حتى دخلت على اليمن ودخلت على غزة كله من خلال بوابة اسمها حزب الله، جوهرة التاج يعني، أكثر محل استثمرت فيه ماليا واقتصاديا وعسكريا وعقائديا، وبالتالي هي أهم ورقة بالمنطقة لها حزب الله. وأنا بتقديري يستشار حزب الله بسياسات المنطقة الإيرانية أكثر ما يتلقى تعليمات، صار لاعب أساسي بالنسبة لها، وبالتالي هو جوهرة التاج لها وآخر ورقة ممكن تتخلى عنها. إنما أي تحرك دبلوماسي يعني بالمنطقة للدبلوماسية السعودية طبيعي أنه بده يشمل هالنقاط هيدي، لأنه كمان اليوم السعودية يعني متأزلة من هالمشروع وهي بعين العاصفة. نعم. حضرة المحامي إلي كيرلس، كل هذا التحرك العربي الغربي يلي عم نشوفه لم يفرز ولم يؤدي إلى أي، مثل ما بيقولوا، مزحنا قيد أنملة بالملف الحكومي، السبب؟ السبب أنه اليوم نحن أمام مبادرة دولية وأمام فريق معني بهذه المبادرة متعنت، معتبر حاله أنه هذه المبادرة بتؤدي إلى تعرض لمصالحه إلى مشروعه، وبالتالي هيدا السبب، هيدا الاشتباك اللي قائم. يعني حزب الله يعني واضحة ما رح يسلم بسهولة، حزب الله لهالسبب هيدا اليوم، عدا عن الاشتباك الشخصي القائم والعلاقة الشخصية بين الرئيستين الأولى، بس في عامل جوهري، في حزب معلق الدستور خاطف الدويلي ما له مصلحة بتشكيل الحكومة، عم بيصر عليها المجتمع الدولي ضمن المبادرة الفرنسية. طيب عظيم، هلا اليوم لما بيحكي اللهيان وبيجي بيقول لك انه لبنان عنده معادلة جديدة، المقاومة، الجيش، الحكومة القوية يلي شلنا منها الشعب عمليا. صحيح. وبتعرف انت كل البيانات الوزارية اللي كانت تطلع كان عندنا هي هيدي المعادلة الثلاثية. صحيح. هل هيدي الثلاثية الجديدة هي تمهد، أو إذا بدك تقول عم يمهدوها لحتى تكون أيضا كباش جديد بالبيانات الوزارية أو لا؟ أول عنوان عم بيقلنا هي أنه الحكومة يجب أن تكون، شو بتكون؟ بمعايير حزب الله، يعني مثل ما طلع السيد حسن ووجه تعليمات يمينا ويسارا، وأولا أنه حكومة تكنوسياسية، يعني أول إشارة عم بيقول أنه هذه الحكومة لازم تكون تكنوسياسية. نعم. ومن هون جاء اتهامه للحكومة الفرنسية أو للدولة الفرنسية إن هي من ضمن الدول اللي عم تمنع قيام حكومة قوية في لبنان لأضعاف المقاومة. هذه معادلة جديدة، وهذه ما بقدر نفصل هذا الخطاب مع خطاب السيد حسن بآخر إطلالة لأله، وبالتالي من هون يعني التعطيل سيد الموقف، وبالمدى القريب واضح أنه ما في تشكيل حكومة.
ايمتى معقول يكون في عنا تشكيل حكومة؟ يعني يبدو انه معش عم نحكي هلأ بحكومة حكمة، ما هيك صرنا عم نحكي بأبعد من حكومة، يعني عم تحكي بنظام سياسي، ربما يمكن عم نحكي بعقد اجتماعي جديد او لا. يعني في عناوين كثيرة عم تنطرح، في ناس بدها تروح على نظام تأسيسي، في ناس عم تطرح شعارات كثير كبيرة بالبلد. بالمرحلة الحالية في اشتباك، في اشتباك سياسي داخلي، في اشتباك سياسي داخلي اقليمي دولي. نحن بمرحلة روح مكانك هلا، ما في امكانية، ما في افق لتشكيل حكومة، يعني الا اذا يعني في فريق بده يجي يقعد على الطاولة. يعني اذا رحنا على ملف التفاوض الايراني الامريكي وانعكاساته، اذا رحنا على تقارب حل مسألة اليمن، ممكن يؤدي هالشيء الى انفراجات بمكان ما. يعني ايران اليوم بعد يعني عم تستجمع اوراقها وعم تتحسن الشروطة تمهيدا للجلوس على طاولة المفاوضات، وعم تستعمل بعض هالاوراق. يعني هالتحركات العسكرية اللي ازرعها تبعها بالمنطقة اللي عم تعملها، سواء باليمن الاعتداءات على السعودية، على ارامكو، تعلية السقف بلبنان، الانقلاب على المعاهدة الفرنسية، هيدي كلها بتصب انه تقعدوا معي على الطاولة. طيب. عم تحاول تحسن الشروطة، تتنضش تسوية معينة. طيب حتى كمان موقف هيدي التسوية بكل صراحة منا واضحة معلمها. يعني بهاللحظة بهاللحظة في اشتباك سياسي، وما في ما واضح انه في بصيص امل بتشكيل حكومة. اقله يعني الطرف الاول اليوم يلي هو معلق الدستور وخاطف الدولة وقابض على الدولة بكامل مفصلها، رافض تتشكل حكومة وفقا للمبادرة الفرنسية. ونحن ما عندنا حاليا ما في على الطاولة الا المبادرة الفرنسية، والمجتمع الدولي مصر عليها. نبيه بري بتعتبرها منا يعني معلومات اكيدة انه هذه كلها في اطار الافكار وتبادل الافكار، مش اكثر من هون يعني، ولكسب الوقت. بس بري اظهر بهاليومين او بهالاسابيع الاخيره بعض التمايز عن حزب الله، يعني لما بتقول هون انه مبادره بري كانه بس لتمضيه الوقت، هو هون بهالنقطه بالذات قريب من حزب الله او انه فعلا في تمايز؟ حقيقه العلاقه بين حزب الله والرئيس بري وتحديدا حركه امل، يعني بده واحد ياخذها شوي، فيها تميز بمكان ما كتير كبير. حزب الله عقيدته وانتمائه إيراني. أما الرئيس بري يعني لبناني صافي الهوية والانتماء، بغض النظر إذا نحن عندنا كتير ملاحظات على أدائه السياسي، ونحن منطالب بإسقاط المنظومة السياسية كلها. بس الرئيس بري يعني بيعرف بالمجتمع اللبناني مزبوط، وبالسياسة اللبنانية وهويته اللبنانية. أما حزب الله انتماء خارجي. اثنين، الرئيس بري ما بيقطع دبلوماسيته مع الغرب بالشكل اللي بيتصرف فيه حزب الله. الرئيس بري جوهرجي بالتوازنات الداخلية. كل هيدي يعني بالتركيبة هيدي بتجعل من تميز. اثنين، يعني السيد حسن نصر الله بخطابه الاخير طلع وجه سهام يعني بمكان ما للرئيس بري حول مساله حاكم مصرف لبنان. صار في بيان مقابل كمان من حركه امل. السيد حسن نصر الله رفض انقلب على المبادره الفرنسيه. الرئيس بري تمسك بالمبادره الفرنسيه. وجه كمان السيد حسن بخطابه ملامي بمكان ما الى شارع حزب امل، حركه امل. فهذا كله بدل انه في تميز، وهذا التميز موجود اساسا. يعني اللي بتابع دقائق السياسه المحليه والسياسه اللبنانيه بيشوف انه في تميز. بس هذا بعد من بكير، بعد بكير نقول انه نحن بمرحله الاختلاف او الطلاق بين هذا. لا، في تميز، بس هذا التميز قد يفسر بعدة اتجاهات. الأيام هي اللي بتكشف مدى هذا التميز. يعني حتى اليوم رئيس مجلس النواب رفض، إذا بدك تقول كمان، الحديث عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، واعتبر أنه هذا التفسير ما بده تفسير، طلب التفسير منه موجود، وهذا حكي تركي. صحيح. بكلم آخر رد على التيار ورد على نصر الله. صحيح. أنه ما بدنا هذا. لأنه كمان الرئيس بري على اطلاع كتير كبير مع الدبلوماسية الغربية، وبيعرف المجتمع الدولي، اصرار المجتمع الدولي، وبالتالي هو حريص كمان على الحفاظ
على شعرة معاوية مع المجتمع الدولي ومع الحركة الدبلوماسية وعن محيطنا العربي. يعني لهالسبب هو عم بيقول انه انتو رح تاخذونا لمكان ما نحن ما بنتحمله، عم بيحاول عطول يرجع يردن على منطقة وسطية. هاي المنطقة الوسطية البطريرك الراعي كان عم يحكي فيها وعم بيجرب يعمل التوافق بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة، وعم بيقول انه انا ماني واقف مع حدا ولكن يجب انه يكون في تشاور بهيدا الموضوع. ما بتعتبر اليوم كمان اللهيان بموقف وكان في رد على البطريرك الراعي؟ الحقيقة مبادرة البطريرك الراعي من أول لحظة انطلقت المبادرة تقوص عليها من حزب الله وتقوص عليها بطريقة يعني كتير قاسية، وشفنا الأبواق اللي بتدور بفلك حزب الله كيف تقوصت على المبادرة، وبالتالي هذا أمر منه جديد يعني. بس اليوم مبادرة غبطة بس أنا بكون قطع علي الطريق عمليا. لا ما فينا نقول قطع علي الطريق عمليا، مبادرة غبطة البطرخ هي الأمل الوحيد اليوم، والمبادرة الداخلية الوحيدة لإنقاذ لبنان. بكركي عبر التاريخ هي حارسة الكيان وحارسة السيادة والاستقلال، وبكركي لما بتحكي بخطاب وطني عابر للطوائف بفكر لبناني صافي وبلغة لبنانية صافية. بآخر لقاء مع الرئيس المكلف بدأ في نوع من التقارب بين بكركي والرئيس المكلف سعد الحريري، بتعتبر هيدا سبب إزعاج لرئيس الجمهورية؟ يعني ما رشح كتير عن جو اللقاء، يعني بقي بإطار العمومية. الرئيس الحريري هو بكن كل الاحترام للبطرك وهذا بيت الحريري معروف بهالشي، يعني باحترامه لموقع بكركي وكمان بكركي بتكن الاحترام لهالبيت بالذات. بس هذا لا يعني انه بكركي بتتخلى عن ثوابت عامة، بكركي مفتوح بابا لكل الناس الأخصام قبل المؤيدين وثوابتها واضحة بكركي، وبكركي بابا مفتوح للكل وبتنقص كل الناس. طب هل اليوم فرصة متاحة للبطريرك الراعي يرجع يعيد وساطته بالنسبة لملف الحكومة؟ ما بعرف قدي رح بعد هالمواقف المتعنتة والواضحة اللي صدرت عن حزب الله والتعامل اللي عم بيصير مع المبادرة الفرنسية والانقلاب عليها سواء من الأصيل أو من الوكيل، ما بعرف قدي رح تنجح الوساطة. بس بتركي عطول دائما بحالة وساطة دائمة لمصلحة البلد ومصلحة اللبنانيين وما بتتأخر عن أي مبادرة. بس هل رح تنجح ما رح تنجح؟ يعني واضح من الأفق أن الأفق مسدود، ما في إمكانية لتشكيل حكومة هلا وفقا للمبادرة الفرنسية. حتى إذا تم تغيير أو إذا بدنا نقول يعني الرئيس سعون عم بيطالب بتغيير الرئيس المكلف عمليا، تعتبر صارت المعادلة لاعتذار الحريري قابلة للتحقيق؟ واضح أن الرئيس الحريري مصر منه مستعد يعتذر ومتمسك بمواقفه. إذا اعتذر الرئيس حريري مثل ما احنا رايحين، أنا برأيي بعد مواقف السيد حسن ومواقف أمير عبد اللهيان بدل أنه ساعة رايحين على حكومة من لون واحد وحكومة مواجهة مع المجتمع الدولي. شو بتعمل مثل هاي الحكومة؟ مجبورين يتعاطوا معه ويفاوضوها؟ لا واضح يعني مجبورين تعاطوا معه. واضح اليوم نحن اليوم لبنان متروك، ما عندنا لا مساعدات مالية لا صندوق النقد كمان عم بيساعدنا، نحن متروكين اليوم. ليه؟ لأنه ما عندنا حكومة موضع ثقة. بس اليوم في عندك تحرك أوروبي أمريكي، رح يكون في اجتماع بأوروبا اليوم رح يتطرقوا إلى الوضع بلبنان. قديش في حدود وصول مثل هذا الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي وبايدن إلى قرارات بشأن لبنان؟ لأنه نعرف كمان أنه التوجهات الأوروبية شوي تختلف عن التوجهات الأمريكية خاصة بما يتعلق بالعلاقات مع إيران. يعني قديش اليوم لبنان بده يكون في حرص عليه، قديش بده يكون في حمايته، لأنه كمان هذه السلطة عم بتراهن عمليا أنه ينهار لبنان وبيصير في عن جديد تشكيل لبنان آخر. المجتمع الدولي مصر على مساعدة لبنان إنما بشروط واضحة، حط خارطة طريق المجتمع الدولي يلي هي تمثلت بالمبادرة الفرنسية، وبالتالي المجتمع الدولي ما متخلى عن لبنان.
بس نحن علينا أن نساعد حالنا، يعني نحن بالداخل بدنا نلاقي المجتمع الدولي يعني. وبالتالي هلا رح يقدر المجتمع الدولي يوصل منا ما يعني الطرف الآخر ما يعرف بخط الممانعة المتمثل بحزب الله ما عم بيسهل هندي يعني. قلت لك بمارس مبدأ التقية السياسية، وافق على المبادرة الفرنسية ورجع انقلب عليها. المجتمع الدولي مستمر بضغطه، المجتمع الدولي والأمريكان مستمرين بالضغط باتجاه تشكيل حكومة اختصاصيين مقابل أحداث إصلاحات. وهذا خلينا نكون واضحين، هذه الحكومة ما رح هي تكون الحل النهائي، هذه رح تكون هي يعني هالحكومة هي رح تحط التران على السكة مثل ما بيقولوا. بس في كتير إجراءات بدها تتم فيما بعد، بس تنقدر نروح على على صندوق النقد الدولي لابد من حكومة اختصاصيين مع إصلاحات. خلينا نقول أنت عم بتقول بالتوجه إلى صندوق النقد الدولي، وكان صندوق النقد الدولي من كم يوم كان عم بيقولوا تفضلوا اعملوا حكومة لأنه بدكم حكومة وبدكم إصلاحات وما شابه. بس كنا كمان سمعنا السيد حسن نصر الله كان عم بيحكي ربما باقتصاد جديد، بتوجه جديد نحو الشرق. إلى أي مدى اليوم بتعتبر الاتفاقية اللي تم توقيعها بين إيران والصين، الاتفاقية الاستراتيجية على مدة 25 سنة، بداية لتغيير التطلع اللبناني عم نقول بهذا العهد إلى أفاق اقتصادية أخرى؟ هذه الاتفاقية اللي تم الإعلان عنها لحد هلأ ما يعني ما معروف شو مضمونة، ما معروف بأي اتجاه. يقال في رأي بيقول أنه هذه لمصلحة الصين مش لمصلحة إيران، بهذا يعني بعد ما وضحت معلمة. هذا واحد الاتجاه نحو الشرق. طب كيف بيكون الاتجاه نحو الشرق؟ هاي بدايته يعني إيران عطيتك اليوم عطيت إيران عطيت الانطلاقة هذا الاتجاه. إيران منا قادرة تأمن قطع أكسسوارات لطياراتها بمطاراتها، هيا رح يصير عندها ما يعني ما هذا قالوا زمان ببشرونا بالشرق يعني. وين ما في حماس صيني يعني. طيب نحن بدنا نروح عند الصين والصين منا محمسة تجي لعنا، هيدا كلها شعارات ولزر الرماد بالعيون مثل ما بيقولوا. وبالتالي طيب هم الصينيين مش محمسين يجوا لعنا. نحكي عن التوجه نحو الشرق، هي مثل نظرية الأقليات اللي ابتدعوا لنا إياها تسلخونا عن محيطنا العربي وعن مجتمعنا الدولي كثير، وأخذوا زجونا بمحاور بعيدة عن هويتنا وعن سائفتنا. وبالتالي مسألة التوجه نحو الشرق يعني هذه مسألة عنوان مطروح عنوان يعني ما شغلة نظرية ما إلى ترجمة فعلية. وهو هالشرق اللي عم نتوجه له وعم نطالب التوجه له ما إنه مستعد يجي لعنا. يعني شفنا صار في كتير استثمارات بالبلد، ولا مرة شفنا الصينية يعني هيك يأبدوا الرغبة والحماس يفوتوا عليها. يمكن لأنه بدل يعني حتى الإيرانية بشو ساعدونا يا أخي، يجيبوا لنا يقدموا لنا هلأ هبات أو قروض ميسرة مش يعني. كله هذا كلام، كله كلام ما بيصب بمصلحة لبنان. الدور الروسي اليوم هل يمكن أن يحدث نقلة نوعية بلبنان خاصة تجاه الأزمة؟ عم نشوف في حركة روسية كمان. واضح اليوم الروس في سياسة أمريكية جديدة بالمنطقة. بيانات كلهم عم بيقولوا أن هي السياسة الأمريكية اليوم الأولويات الولايات المتحدة الأمريكية درجت. عندك العلاقة مع الصين، العلاقة مع روسيا، العلاقة مع أمن الخليج الدفاعي، أمن العدو الإسرائيلي، يعني بدلت الأولويات بسياستها. والملف الروسي واضح أنه الاشتباك في اشتباك روسي أمريكي، وبالتالي دخل من هالمنطلق اليوم الروس عم بيجعوا يسجمعوا الأراء وعم بيجسوا نمط بالمنطقة وتيحددوا موقفهم، لأن الروس اليوم مش موجودين إلا بسوريا، يعني عندهم منفذ على البحر المتوسط بسوريا. يعني منها وجودهم هناك بيتطلب استنزاز الأراء وإعادة تموضع تي يستشرفوا أفاق المرحلة المقبلة وتحديد خياراته. بس أقل طبعا لبنان طبعا لبنان معنيين فيه كمان يعني. طيب بس الروس اليوم إذا بتقول أنت موجودين هن بسوريا، يعني حكم للحل بسوريا رح يكون بتأثير روسي، وأكيد لما بده يكون بتأثير روسي بتقاطع أمريكي، وبالتالي طبعا. أنه الأمريكان عطوها لروسيا طريقة الحل بروسيا بسوريا. طب لبنان الحل كيف بده يكون؟ بعد المنطقة ما فيها نهائيات. نعم. ما في نهائيات بالمنطقة، المنطقة الليبي يعني اليوم شيء بكرة شيء، بعد ما وضحت معالم أي تسوية بالمنطقة تنقدر
نبني عليها. بس واضح واضح انه بكل هالحركة الدبلوماسية وكل هالحركة السياسية الدولية والأقليمية لبنان في صلبة. طيب عظيم. لبنان في صلبة بس ما فينا نبني نهائيات من هلا، لانه معالم المرحلة بعد ما يعني بعد ما ظهرت بشكل واضح تنقدر نبني عليه. الثورة لحديت هلا بهذه الفترة اللي بدنا نسميها شوي ضبابية، كيف عم تستعد لمواجهة لما بتوصل هذه الحلول؟ كيف عم تستعد لتلقيها؟ يعني مستعدة ولا لا؟ لا طبعا الثورة أمل كبير، وواضح أنه قبل 17 تشرين غير بعد 17 تشرين. هذه الثورة أسقطت حكومة، هذه الثورة فرضت تأليف حكومة، يعني لو ما الثورة ما كان في عندنا حكومة مثل حكومة الرئيس حسان الدياب، وإن كانت حكومة مقنعة. الثورة فرضت حالة ضيف ثقيل على السلطة السياسية، ما بقى تقدر هذه السلطة اليوم تناقش أي موضوع أو تتجه بأي اتجاه إلا ما تأخذ بعين اعتبار الثورة وصوت الثورة. هذه الثورة يعني نقلت مسألة حقوق من حقوق الطوائف إلى حقوق المواطنية، خلقت خطاب عابر للطوائف، لمركزية الثورة شغلة مهمة، اتحاد ساحات الثورة ببعضها وتواصلها مع بعضها، الإبداع اللي خلقوه الشباب بالثورة كانت ثورة فكر وثورة وعي وثورة على الـ على الـ على المركز. ولكنها بعد عم بتعاني من عجزين، عن عجز بالبرنامج وعجز بالقيادة، وهيدا هو سبب رئيسي أن المجتمع الدولي لحديت هذه الساعة لا يرى فيها بديلا كافيا عن هذه السلطة اللي عم يتعاطوا معها. أنا برأيي أول شيء الثورة تعرضت لكثير من القمع وتم التعامل معها، يعني في أجهزة أمنية متهمة أنها خربطت الثورة، في الثورة دفعت دم شهداء الثورة، الثورة تعرضت للقمع، في ناس فقدت عيونها بالثورة، اجتنا حالة الكوفيد 19، اجينا وضع اقتصادي، بلشت ثورة بدولار 1500 ليرة، هلا الدولار صار وصل لل 15000، هلا بحدود 13000، كل هذه عوامل يعني بتأثر على الثورة، بس الثورة مستمرة، نبضها بالشارع مستمر، وفي مرحلة مفصلية كتير مهمة بالثورة، انه الثورة اليوم وجدت حالها بمبادرة اللي أطلقها غبطة البطرق، وباللقاءات ال 17 اللي أطلقها غبطة البطرق، وبالتالي الثورة عم تتكودر حوالي مبادرة غبطة البطرق اللي هي أمل الوحيد بالوضع الحالي للفت أنظار العالم نحو وأصدقاء لبنان نحو القضية اللبنانية وتحرير الشرعية وإنقاذ الدولة والمؤسسات. الثورة اليوم أنا ماني خفان على الثورة، الثورة عم تتطور وعم بتنظم حالها بحالها، والثورة مش مطلوب منها تخلق قيادات وتبرز أشخاص، الثورة مطلوب منها تضل الصوت الصارخ، وحتى إذا تشكلت حكومة بكرة وبمعايير يمكن بتلبي معايير الثورة، على الثورة أن تستمر بمعارضتها لحين على السلطة تثبت العكس. فيك تقلي ليش حضرتك بلقاء سيدة الجبل ليش بيكون عندكم الخيار دائم هو الأساسي أنه بتخلي رئيس الجمهورية استقالة رئيس الجمهورية من السلطة؟ بكل بساطة أول شيء نحن كلقاء سيدة الجبل منطالب، مع أنه هذه الفكرة ما بتلاقي كتير تأييد لدى مرجعيات محددة، يعني طبعا نحن هذه قناعاتنا، نحن لقاء سيدة الجبل، التسمية سيدة الجبل إن إذا بتشوف الحضور نحن نمثل النسيج اللبناني، العائلة اللبنانية، ومنفكر بعقل لبناني صرف وبلغة وطنية صرف. نحن منطالب باستقالة كل الطبقة السياسية من أعلى الهرم لآخر الهرم، مطالبتنا بكل بساطة باستقالة رئيس الجمهورية، لأنه تحول رئيس الجمهورية لتغطية لسياسة حزب الله، وحزب الله الذي علق الدستور اللبناني، حزب الله الذي أدخلنا بمحاور أقليمية وصراعات عسكرية، حزب الله اللي أخرجنا من محيطنا العربي وأدخلنا بعزلة مع محيطنا العربي والمجتمع الدولي. اليوم رئيسة الجمهورية عم بتغطي هالسياسات هيدي، اليوم أصبحت رئيسة الجمهورية غطاء لهذه الدول التي تخطف الدولي. بكل بساطة انطلاقا من هالشي نحن منطالب باستقالة رئيس الجمهورية وكامل الطبقة السياسية، ونعتبر انه من الضروري اليوم استقالة رئيس الجمهورية، لانه هي من هناك بينطلق التغيير الصحيح
ومن خلاله نقدر نعمل تغيير بكامل الطبقة السياسية على مختلف الأجزاء. ناقشتوا مثل هذه النقطة مع البطريرك الراعي؟ لا صراحة لا، نحن أيدنا مبادرة غبطة سيدنا البطرك ونحن داعمين. البطرك كان كتير واضح لما كان في عنده التجمع أنه نحن ما عم نستهدف رئاسة الجمهورية. خلينا نكون صريحين، بكركي توضع معايير وطنية عامة ما بتفوت بالتفاصيل وما بتحمي أشخاص بنفس الوقت، تحكي خطاب وطني صرف عابر للطوائف بصب بالحفاظ على الكيان والحرية والسيادة والاستقلال. طيب التغيير يعني رئيس الجمهورية اليوم بكل بساطة يعني يعني صارت هي يعني الغطاء لكل شوازات حزب الله اللي ما بتصب بمصلحة الدولة اللبنانية. اليوم في حزب خاطف الدولة، خاطف القرار السياسي، قابض على كل مفاصل الدولة اللبنانية. رئيس الجمهورية عم بتكون غطاء. هل بإمكان الرئيس يعني صار رئيس الجمهورية معاون سياسي لحزب الله واليوم تطرقنا لهالشيء؟ من هالمنطلق نحن منطالب، يعني نحن ما عم نطالب برئيس الجمهورية الماروني يعني بصفته المارونية، لا نحن عم نطالب شخص رئيس الجمهورية اليوم صار بموقع معاون سياسي لحزب الله. طيب هل بتشعر اليوم أنه رئيس الجمهورية عنده هامش يقدر يطلع من هذا من هالضغط الموجود فيه يعني من تبعيته لحزب الله؟ بيقدر يعمل هالشي؟ شو اللي بيمنعه؟ بس للأسف اليوم أنا بقول أنه وصول قبول حزب الله بي يعني عطل البلد حزب الله أكثر من سنتين ونص وفرض معادلات توصل الرئيس عون إلى موقع رئيس الجمهورية، هذا منه جاي هيك نتيجة لأنه والله السيد حسن وعده للرئيس عون أنه عم يرد له جميل، لا في التزامات عميقة وبالتالي لا يستطيع فخامة الرئيس الخروج منها، وبالتالي هو صار أسير سياسة حزب الله وبالتالي ما بيقدر يطلع منها. البعض عم يربط هيدا الشيء وهيدي التسوية يعني هيدي التسوية اللي وصلته، وفي بعض بكل سجازة وبسوء تقدير يعني راهنوا انه ممكن الرئيس عون يطلع منها، بس هيدا يعني سجازة بالسياسة اللي فكر هيك بوقتها. هيدي التسوية هيدي التسوية اللي سلمت البلد باليد لحزب الله، سلموا البلد باليد لحزب الله وما حدا فيه اليوم يتنصل من هالمسؤولية وما حدا فيه لإلى مبرر. المحاسبة بهالنقطة بالذات كيف بدها تكون؟ يعني اليوم على الناس هي اللي بتحاسب، الحساب الوحيد هو بالانتخابات، بس كمان الانتخابات تتقدر الناس تحاسب بده يكون في قانون براعي صحة التمثيل والعدالة، وقانون مش تحت سيطرة السلاح، ما دام في سلاح أي قانون رح ينفرض أو أي قانون رح يتم إصداره هو رح يكون لمصلحة السلاح. ما بنقدر نعمل انتخابات نزيهة تبقى ربحت 14 أذار بال 2005 وبال 2009 وما قدرت حكمت ليه؟ يعني المسألة مش مسألة أكترية، مسألة في سلاح في دويلة خاطف الدولة في شرعية لازم نحررها. طيب. في هيمنة إيرانية وتحولت لاحتلال إيراني من خلال حزب الله زراعة العسكري بلبنان. أستاذ إلي كيرلوس، هل في عندك مخيف عدم إجراء الانتخابات؟ لأنه يبدو أنه كمان هلأ في الموازين القوى، هل هي قابلة هذه السلطة لمواجهة التغير أو التبدل بالمزاج اللبناني؟ ليكي كل الاحتمالات واردة. بلد مخطوف متخذ رهيني ضمن مشروع غريب عن هويتنا وعن سقفتنا، الدستور معلق، السلطة يعني أبعد ما يكون عن هواجس الناس، كل المعطيات بتدل انه كل الاحتمالات موجوده. يعني فين اجروا الانتخابات وبيعطلوا الانتخابات؟ شوف لك كيف عم بيعلقوا الدستور. يعني كيف بدها تكون الدستور بعدين في حال تم تاجيل الانتخابات؟ المواجهه هي بالكلمه بالموقف بالتمسك بقرارات تطبيق قرارات الشرعيه الدوليه 1559 1701 و 1680 بتطبيق الدستور ووثيقه الوفاق الوطني، بتطبيق قرارات الشرعية العربية والانتماء إلى محيطنا العربي ونظام المصلحة العربية. لما نتمسك بهالثلاث ثوابت هذه المعادلة الذهبية اللي بتودي إلى أنقاض لبنان. غير المعادلة تبع الجديدة الحكومة والمقاومة هذه معادلة تنطلق من خيارات
المشروع الإيراني بالمنطقة اللي يتعارض مع بناء الدولة ومفهوم الدولة وانتمائنا إلى محيطنا وثقافتنا وهويتنا. بالقرارات الدولية في أول شيء سلاح، في عمليات التهريب، ضبط المعابر من عمليات التهريب. هل بتلاقي أنه أنت اليوم هو قادر تنفذهم؟ حتى بالمبادرة الفرنسية موجودين ومطلوبين أنه حماية المعابر، ممنوع التهريب وكل هالأشياء. لهاللحظة ما بيكون في التزام، وأنتوا اليوم قدمتوا إخبار كمان عن تهريب الدواء صحيح الإيراني وما شابه. صحيح صحيح. إذا ما في يعني ما في يعني إذا باللحظة الراهنة ما عم نقدر ننفذهم، هذا ما بيعني وبيمنعنا أن نكون أكثر إصرارا على تطبيق قرارات الشرعية الدولية. 1559 بنص على نزع سلاح حزب الله وكامل الميليشيات. 1701 بنص على مسألة جنوب الليطاني، وال 1701 يلي وافق عليه حزب الله ووقع عليه بخطه من خلال وزير فنيش بنص على تطبيق ال 1559 بمقدمته. 1680 بنص على ترسيم الحدود مع سوريا وبالتالي حل مسألة مزارع شبعة يلي تركين هيدي المسألة لشماعة وتنخلق منها أعذار للتمسك بالسلاح والتمسك بخطف الدولة. طب مش بس ما عم بتطبق هلأ قدية ضلينا تطبق الـ 425 قدية ضلينا بنظامنا حتى خرج السوري من لبنان. نحن علينا نرفع الصوت ونحن نضل الناظر ونخلق رأي عام صديق للبنان يساعده لخروجه من محنته. بس اليوم كمان مع بعدك عم تحكي انه الدولة مخطوفة، هاجس الاغتيالات، هاجس الامن، هاجس الاغتيالات والامن. هل اليوم بتعتبر انه لبنان ارضيته يعني بده يكون في الهاجس الامني هو الضاغط عمليا، بتخشى يكون في ضربة عسكرية او كيف؟ الهاجس المعيشي ضاغط، الهاجس الاقتصادي ضاغط، الهاجس الامني ضاغط. نحن بمرحلة كتير ضبابية ولبنان هول هواجس، هول هواجس لما انت يعني بيصيروا ضاغطين كتير على الشعب اللبناني ساعتها بده يدعو الامر الى يا الاستسلام عمليا، ما بيكون عندك بقى مواجهة لانه تعبت الناس. ما في استسلام الشعب اللبناني. التاريخ التاريخ اكبر حاضر واكبر معلم. الشعب اللبناني ما بيستسلم. الشعب اللبناني بيدفع اثمان، بيدفع تكاليف ايه، بس ما بيستسلم. هيدي معركة رح نضل نخوضها والشعب اللبناني ما رح يتراجع عنها. تحرير الشرعية، تحرير الدولة من الدويلة وعلى قاعدة ثلاثية ذهبية، تطبيق قرارات الشرعية الدولية، تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والانتماء إلى محيطنا العربي والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ونظام المصلحة العربية. هيدا مسار ما رح نتخلى عنه والشعب اللبناني متمسك فيه. نحن متمسكين بهويتنا، متمسكين بثقافتنا وما رح نستسلم. ما في شيء بخلينا نستسلم. مر لبنان بكتير ظروف صعبة وصار في اغتيالات. مؤتمر التأسيسي شو بده يكون الوضع؟ نعم، في حال صار في فرض للمؤتمر التأسيسي ما حدا بيفرض، ما حدا بيفرض علينا شيء. ما حدا بيفرض علينا شيء. ما بتحس انه هذا الظرف يملي او يعني يفتح الطريق لمؤتمر تأسيسي؟ أنا مني شايف يعني هذا الكلام، هذا الكلام نحو مؤتمر تأسيسي ما في يعني منه عم بلاقي صدى لا خارجي ولا داخلي. عم بحاول حزب الله بمكان ما يطرح الموضوع من بيت جس النبض وبقول لك إذا قدرت مررت شيء استفدت من المعادلة. أمين عام الحزب الله طلب بتعديل الدستور. طب تعديل الدستور شيء ومؤتمر تأسيسي شيء. ما حدا ضد تطوير النظام، تطوير اتفاق الطائف. نحن متمسكين باتفاق الطائف من طوره، بس مش بهيدي اللحظة الراهنة في شخص قاعد على الطاولة حاطط لي السلاح بوجهي وعم بيفرض علي شروطه وعم وما اخذني على تطوير نظام، اخذ لي على تعديل نظام. بهيدي اللحظة ما رح نقبل بمؤتمر تأسيسي. الشعب اللبناني كله ما رح يقتنع بمؤتمر تأسيسي. مبادرة غبطة البطريرك واضحة، تمسك بقرارات الشرعية الدولية وبعقد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة اللي لبنان عضو مؤسس فيها. وهل يمكن تحقيق الحياد؟ يعني كمان يعني هذا ما بتحس نقطة حزب الله. حزب الله لما وقع على أعلان بعبدة
بالفقرة 12 بال 2011 بنص على حياد لبنان، يعني وقعوا هني بس مبدأ التقية السياسية ده اللي بخليهم يرجعوا، يعني هني بنقلبوا على مواقفهم حسب يعني حسب اللحظة السياسية اللي عم بمروا فيها وحسب الضغط اللي هني بيتعرضوا له، وبيعطوا بيرجعوا بينقضوا على اللي عطيوا بس يحسنوا شروطهم، يعني هذا معروف عنه لحظة الله. طيب هني أقروا بالحياد بإعلان بعبدة، شو الحياد؟ طيب اليوم غبطة البطرق عم بيطالب بحياد لبنان والحياد الناشط. فبقى حزب الله ببساطة لا ينظر إلى المسألة لبنان أو إلى المسائل السياسية اللبنانية الداخلية من منظار المصلحة الوطنية، من منظار الهوية والتنوع اللبناني والصيغة اللبنانية، ينظر إلى لبنان كأداة لخدمة المشروع الإيراني بالمنطقة، وهذا نحن بمقاومة سياسية لهالموضوع وما رح نتراجع. وسبق نحن بال 2018 بلقاء سيدة الجبل رفعنا شعار مقاومة الاحتلال الإيراني. اليوم هلا بآخر حلقتنا، أي أفق اليوم بتشوفوا للوضع في لبنان؟ عمليا في انهيار اقتصادي، انهيار اجتماعي، انهيارات كيف ما كان، المؤسسات الدولة ما في بقى، عمليا يعني كل هذا الانهيار والدولة والسلطة بتستثمر بهذا الانهيار ولا لا؟ السلطة يعني الدولة ما في سلطة، ما في سلطة، يعني نحن ما عندنا سلطة، يعني للأسف نحن كنا يعني إذا بدي كنا بمزرعة صرنا بغابة بشريعة الغابة اللي ماشي هلا أتنية، يعني علامات استفهام على القضاء كتيرة على المؤسسات. أنا محامي وأنا من الأشخاص اللي بتابعوا الإدارات الرسمية، يا ريت هيدي السلطة بالحد الأدنى تروح شوف شو عم بيصير بالإدارات الرسمية. إذا صك ملكية اليوم بدك تستلمي بتقعدي 3 أشهر تستلمي صك ملكية، إذا بدك تقدمي معاملة بتقعدي شهرين وفوضى دابة. وبالتالي نحن رايحين في عنا خشبتين خلاص، المبادرة الفرنسية على قاعدة وضع الحل على السكة انطلاقا من هالمبادرة الفرنسية تيوقف حدنا المجتمع الدولي ونسترعي تدعي انتباه أصدقاء لبنان بالعالم يجوا يوقفوا حدنا وصندوق النقد الدولي. أما إذا ما يعني ما تم تشكيل حكومة على أساس هالمبادرة هذه، وفي عنا بالتوازي كمان مبادرة غبطة سيدنا البطرك، هودي المبادرتين إذا ما أنتجوا نحن رايحين على مزيد من الانهيار، على مزيد من الفوضى، يعني بكل بساطة. شو بتقول الثورة بآخر حلقتنا؟ بدي أقول للثورة أنه الثورة هي أمل كتير كبير، وأنا ابن الثورة وأنا مأمن كتير بالثورة، بس على الثورة أن توحد قراءتها السياسية، وعلى الثورة أن تشبك بين بعضها أكثر. توحيد القراءة السياسية للثورة شغلة كتير مهمة، وفي فرصة اليوم مبادرة سيدنا البطرك أن نلتف كلها حوالي هالمبادرة حتى تنجح ثورتنا ونوصل ل يعني هدفنا ببناء دولة قادرة، دولة مدنية تجمع بين أبنائها على قاعدة المساواة بين في الحقوق والواجبات، على قاعدة القانون والمساواة أمام القانون. ولكن بالوقت هيدا ما في حكومة، جازم أنت بهي النقطة، يعني كل المعطيات بتدل هيك، يعني كل هالمبادرات اللي عم تصدر من هون أو من هون يعني هي مبادرات محلية وضمن التكتيك السياسي وضمن تدوير الزوايا، وكل واحد انطلاقا من مصالح معينة أو من مواقف معينة، بس هيدا كله في إطار المحاولات كمان غير الجدية. الموقف في موقفين، الموقف الدولي تمسكه بالمبادرة الفرنسية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بمقابله الدولة العميقة المتمثلة بحزب الله وما وراء حزب الله إيران برفض هذه المبادرة والانقلاب عليها، وبالتالي كل هالمؤشرات بتدل أنه ما في حكومة بالمدى القريب، وهالشي رهن بالتطورات السياسية وبسرعة التطور الأحداث السياسية بالمنطقة، وعلى وقع يعني تحولات سياسية كبرى بالمنطقة، يعني في تقارب خليجي، في تقارب خليجي مع العدو الإسرائيلي، في سياسة أمريكية منفتحة على العودة إلى طاولة المفاوضات حول الملف النووي، إنما بشروط
ما بتلائم إيران هي مسألة الصواريخ الذكية، مسألة الأجنحة العسكرية تبع وأزرعها بالمنطقة، مسألة الخليج العربي والسعودية لازم تكون موجودة على الطاولة. هيدي هيدي كلها هيدي يعني واضح كلها تحولات الأمريكي يعني الأمريكي ونحن على يعني لبنان يعني يعني هو جزء من يعني جزء من هال النقاش اللي صاير على 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 الطاولة بشكل أساسي. طب هلا نحن لبنان دائما مهددين بالعقوبات، برأيك أنه أنت اليوم أي عقوبات بتصدر من بعد هيدا الاجتماع الأوروبي الأمريكي، هل هذه العقوبات هيدي بدها تعقد الوضع زيادة عمليا؟ لأنه من بعد كل عقوبات كان عم بيزيد الوضع تعقيد. للأسف في مثل اللي بيقول إذا تصارعت السيران الدورة على الحشيش، وإذا تغازلت السيران الدورة على الحشيش. الشعب اللبناني عم يدفع أثمان هلا هالعقوبات. واضح أنه العقوبات والمسار اللي اتخذ مؤخرا من المجتمع الدولي أدخل حزب الله في مأزومية معينة. بس هلا كيف المجتمع الدولي عم بيتطور؟ المجتمع الدولي تعامله مع المبادرات اللي عم بيحطها أكيد ممكن نروح على عقوبات أوروبية. لحد هلا نحن أكيد الشعب اللبناني عم يتعزم عم يتأزم من هالعقوبات، بس إنما لا حول ولا قوة. يعني أنا بدي أشكرك عضو لقاء سيدة الجبل المحامي إلي كيريلوس. لهون بتوصل حلقتنا لا ختامة، بجدد شكري لضيفي في الاستوديو عضو لقاء سيدة الجبل المحامي إلي كيريلوس. كمان بدي أشكر سيف ماضي يلي رافقنا على الهندسة الصوتية. دعاء حمصي فرح كانت معكم من وراء. أهلا وسهلا فيك، فيك تشكر. شكر كبير لصوت لبنان، هذا المنبر الحر اللي عم بيعبر عن 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 صوت اللبنانية وألام اللبنانيين ووجعهم بهالظروف الدقيقة. صوت كل الناس. صحيح. شكرا للمتابعة. دعاء حمصي فرح كانت معكم من وراء الميكروفون. شكرا للمتابعة. صوت لبنان، صوت الحرية والتنمية.